لقطات جميله وأجواء صباحيه أجمل ومن بعد الفاصل نروح مره ثانيه عند أو نروح للمره الاولى عند عبد الرحمن المري في فندق الماريت بيعرفنا على تفاصيل ورشه العمل الاولى حول الشبكه الذكيه والطاقه المتجدده تفضل عندك الكلمه اسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام متواجدين في فندق الماريوت الذي يشهد انعقاد ورشه عمل تحت عنوان الشبكه الذكيه والطاقه المتجدده وهي الورشه الاولى التي من نوعها في هذا المجال والتي تجري في الدوحه بمبادره من جامعه تكساس، حديث أكثر عن هذه الورشة نستضيف معنا الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة في جامعة قطر، وأحد المشاركين في هذه الورشة اللي بيكلمنا أكثر عن هذه الورشة، مرحبا بك دكتور عبر شاشة قناة ريان، نقول صبحك الله بالخير، قبل ما نبدأ حوار نقول لك مبروك عليك الحياة، أمطار الخير وأمطار الرحمة، في البداية تعطينا نبدأ عامة عن هذه الورشة والتي تحمل عنوان الشبكة الذكية والطاقة المتجددة. نعم هذه طبعا اول ورشه في الشبكه الذكيه والطاقه المتجدده الطاقه المتجدده والشبكه الذكيه هي رؤيه قطر 2030 في تجديد في في الطاقه المتجدده هذه الورشه يومين عدد المدعوين 140 عالم وباحث سيشاركون في هذه الورشه هي مركزه في الشبكه الذكيه والطاقه المتجدده. آه هذه الورشة هي مثال يحتذى به في التعاون بين جامعة قطر وتكساس اي ام في التنظيم ودعوة وكذلك بين هذه بين الجامعتين هناك عدد من مراكز البحوث, المراكز البحوث في, في 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 الدولة في دولة قطر وعدد من شركات الصناعة ومنهم كهرماء. آه طبعا الجو مثل ما قلت تفضلت انه جميل و يدفع ان طبعا ان ان يكون ايضا الجو مريح هنا في ال في, ال في هذه الورشه لما نقول عن الشبكه الذكيه الشبكه الذكيه هي عباره عن نحن طبعا التحديات اللي راح اللي راح يناقشونها ايضا كيف تكون الشبكه اذكى من ما هي عليها فذكيه معناها في نقاط اتصال اتصال بالعدادات تكون تكون تاخذ قراءات مختلفه في مواقع مختلفه منها التوليد ومنها الاستهلاك الكهرباء هذه العدادات الموجوده هي عدادات ذكيه وبالتالي نحن بحاجه في دوله قطر وفي العالم ككل العالم ككل يتكلم عن الشبكه الذكيه والطاقه المجدده الحمد لله تنعم بلدنا والمنطقة كلها بمصادر الطاقة مصادر الطاقة المجددة وهذا نعمة من الله والحمد لله أن عندنا التعاون اللي قائم بيننا وبين الجامعات في العالم يدفعنا أن أن نتواصل معهم وفي سبيل البحث والتطوير كل ما هو مستجد في مجال الطاقة المتجددة. نعم دكتور لو تخبرنا عن أهم التحديات أو أهم المواضيع المطروحة في هذه الورشة من ناحية قسمية اللي هي شبكة ذكية وانت ما ذكرت قبل شوي دخلت في تفاصيلها بالنسبة للطاقة المتجددة اللي هي أهم موضوع وأيضا تم التركيز عليها في رؤية قطر الوطنية 2030 عن طريق التنمية المستدامة والطاقة المتجددة. طبعا هي تحديات هي اولا هي معرفه ما تحتاجه الصناعه، الصناعه حيكونوا متواجدين، عدد من ممثلي الصناعه راح يكونوا متواجدين في هذه الشركه في في هذه الورشه، آه ما هي احتياجاتهم؟ آه كذلك ما هي افضل الطرق لمعالجه آه 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 التحكم التحكم هذا احد الاسباب اللي اللي احد التحديات التي تواجهها الشبكه الذكيه ايضا الرخص كذلك طبعا الكوست اللي هو التكلفه التكلفه ايضا مهمه جدا للمستهلك وهذا احد التحديات ايضا يناقشها المؤتمر وهي المؤتمر عباره عن عدد من من الباحثين والعلماء بأبحاثهم المختلفة والهدف منه هو أن هذا هي الورشة أن تكون علاقات مستقبلية في التعاون البحثي بين العلماء والباحثين في دولة قطر وفي العالم بأجمع ان شاء الله دكتور يعني تتوقعون اهم التوصيات اللي راح يطلع من هذه الورش يعني موضوع جدا كبير خاصه ما تشهده الحين البلاد وحتى الشرق الاوسط وفي العالم كله من وسائل النفط او الغاز في حاله نضب ايضا محتاجين وسائل طاقه متجدده لاستمرار الحياه. نعم طبعا التوصيات هي ان شاء الله ننتظر لغايه لغايه نهايه الورشه هي الورشه عباره عن اكثر شيء هي عباره عن مناقشات مثل ما قلت وهي استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى في التعاون البحثي بين العلماء والباحثين في دولة قطر وفي العالم بأجمع نعم شكرا للدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسه في جامعه قطر، الموجود معنا في ورشه عمل تحت عنوان الشبكه الذكيه والطاقه المتجدده والتي تنظمها جامعه تكساس اند ام وبمساهمه كل من الصندوق القطري لرعايه البحث العلمي العضو في مؤسسه قطر ومعهد قطر لبحوث البيئه والطاقه وكليه الهندسه في جامعه قطر مثل ما ذكرنا شركه كهرما والقنصليه البريطانيه في قطر، هذا ما عندنا، ارجع لكم في استديو الصباح. ربا. شكرا نعطيك العافيه ونشكر ضيفك الكريم والى النادي الدبلوماسي مع زميله دعاء الفياض واحتفالات اليوم العالمي للمياه والاسبوع الخليجي للترشيد تفضلي عندك الكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الله بالخير أختي خلود صباح الخير مشاهدينا صباح جميل يجمعني بكم صباح المطر صباح الغيم والأجواء الحلوة اليوم أنا معاكم من النادي الدبلوماسي وتحديدا من الخيمة الخاصة بفعاليات كهرماء الخاصة بالاحتفال دولة قطر طبعا باليوم العالمي للمياه والأسبوع الخليجي للترشيد طبعا الايه اللي دائما كلنا نذكرها واللي ترتبط باهميه المياه "وجعلنا من الماء كل شيء حي" هي آية كريمة تعبر فعلا عن أهمية المياه بالنسبة لنا ولجميع سكان الأرض. بدأت منذ أمس احتفالات دولة قطر مع دول العالم باليوم العالمي للمياه اللي تزامن مع احتفال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأسبوع الخليجي للترشيد وذلك بهدف التوعية بأهمية الترشيد في المحافظة على الموارد الرئيسية. ومن ضمن الفعاليات اللي نظمتها الجهات جهات حكومية عديدة في قطر هذه المناسبة تنظم شركة كهرماء آه خلال هذا الأسبوع مجموعة من الفعاليات التوعوية في النادي الدبلوماسي ولتعرف أكثر على هذه الفعاليات معنا منال القبيسي منسقة توعية مجتمعية في شركة كهرماء صباح الله بالخير أختي منال صباح الله بالنور حبيبتي ونمسي على قطر كلها نصبح على قطر كلها ونبارك لهم بالمطار والاجواء الحلوه طبعا مؤسسه كهرماء تشارك كل سنه او تحتفل كل سنه بيوم المياه العالمي مبادره طبعا احنا لان ادراكا منا باهميه المياه وطبعا هدفنا طبعا اكيد ان احنا نحافظ على الموارد الدوله هو يوم المياه العالمي خلينا نكون اوضح هو كان امس صح 22 مارس من كل سنه وأنتم جمعتوه مع احتفال الاسبوع الخليجي للترشيد اليوم؟ ايوه نعم احنا نجمع دائما طبعا نجمع دائما كل سنه يوم المياه العالمي مع اسبوع الترشيد الخليجي نخليهم كلهم في اسبوع واحد. طيب كلميني عن هذه الاحتفاليه يعني شعارها هالسنه المبادره هالمبادره اللي انتم تقومون فيها ككهرماء اللي كل سنه تسوونها الشعار هالسنه شنو وشن هي يعني استعداداتكم؟ طبعا الشعار هو عالمي فهو المياه والتنميه المستدامه وهو طبعا أحد أهداف قطر اللي هو طبعا 2030 أن احنا نتحقق التنمية المستدامة. والهدف منها يعني انتم شنو اللي تحاولون تو توصلونه حق الجمهور من هاي يعني انا قاعده اشوف الشخصيات بدات تطلع اعتقد قطوره ومن الثاني؟ قطوره وكهروب اوكي <سؤالز� plein> <سؤال> قطوره وكهروب بداوا يطلعون واكيد بيكون عندكم اطفال في المكان يعني انا ملاحظه ان المكان مجهز لاستقبال اطفال وفي مسرح وكذا فالهدف اللي تبون توصلونه للناس الهدف اللي نوصله طبعا احنا عندنا البرنامج الوطني للترشيد وكفاءه الطاقه طبعا هدفنا ان احنا نوصل نوعي المجتمع باهميه موارد دوله قطر وان المياه هذه يعني طبعا هي ترى اوكي الحمد لله رب العالمين اعطانا بشكل وفير بس طبعا احنا لازم ان احنا ان نه يعني ما نهدر المياه ونحافظ عليها ونحد من الهدر يعني يعني هذه الرسالة أنتم توصلونها بمختلف حق مختلف الفئات العمرية، طبعا شنو هي الفعاليات اللي موجودة أو متوفرة عندكم في هذه الخيمة على أساس أن أنتم يعني تسهلون توصيل هذه المعلومة للناس؟ طبعا احنا المختلف مثل ما قلتي الفئات العمرية وهني في الخيمة طبعا مركزين احنا على فئة الأطفال والمدارس الابتدائية وأول إعدادي، في الخيمة هنا عندنا طبعا أكثر من نشاط عندنا أو شيء مسرح عرائس وعندنا مسابقات طبعا ترشيديه وعندنا طبعا الاعمال اليدويه والحرفيه يعني تعرفين من خلالها نعزز فكره يعني ثقافه الترشيد اما ساعه قلت لي شيء عن المذيع او المقدم او شيء كذي عندكم ايوه عندنا المذيع الواعد طبعا نشجع النش طبعا على انهم يكونون يعني مذيعين ويعني يكون عندهم طلاقه في الحديث هاي بالنسبه حق الفعاليات اللي موجوده داخل الخيمه هني في النادي الدبلوماسي بالنسبه حق الفعاليات الخارجيه كهرماء شنو هي الاشياء اللي عدتها طبعا احنا بلشنا من امس في مجمع فيلاجيو. عندنا هناك مثل كورنر حق حق الانشطه وكذي امس واليوم بيكون وعقب عندنا في مجمع ازدان بيكون من تاريخ 25 الى 28 بالتعاون مع زدان مول طبعا في فيلاجيو بالتعاون مع يونيليفر هاي بالنسبة للفعاليات اما بالنسبة للمسابقات هو المذيع الواعد مسابقة ولا فعالية؟ هي لا مسابقة بتكون ايوه عندنا مسابقة المذيع الواعد وعندنا المسابقات اللي راح تكون على المسرح وبيشرفونا بعد شركة كونوكو فيليبس عندهم بعد مسابقات طيب كلمينا عن مسابقاتكم اكثر شنو هي المسابقات اللي عندكم او اللي انتم يعني مقدمينها حق الناس وبالذات انا قلتي لي إن في اعلانات في الشوارع موجوده ممكن بس تعطينا الناس شلون ممكن يشاركون فيها اكثر طبعا احنا عندنا اكثر من مسابقه طبعا مثل ما قلتي اعلانات موجوده في الشوارع عندنا اللي هي مسابقه على مستوى الجامعات اللي هو افضل اعلان فتعرفين يعني ان نشجع الاعلاميين وشيء انهم يصممون الاعلانات واي وعندنا طبعا مسابقه الابنيه المرشده طبعا هذه بلشناها بس وراح نعلن عن النتائج في 22 ابريل وعندنا مسابقه للمدارس اللي هي القصه القصيره طبعا اخر يوم اللي هو الاستلام القصص 31 مارس نفس الشيء بنعلن عنها في 22 ابريل اللي هي احتفاليات الترشيد القصه القصيره حق مختلف المراحل ولا ابتدائي او اعدادي؟ اي لا لا مختلف المراحل. اذا عندكم اكثر من مسابقه، بالنسبه حق الاعلانات اللي في الشارع هو الناس المفروض تدخل على الموقع او شلون تشارك؟ ايوه تشوف تدخل على الموقع وتشوف الاعلانات. ولها شروط مكتوبه في الموقع. ايوه موجود كل شيء موجود في في الموقع. باذن الله. اختي منال القبيسي منسقه توعيه مجتمعيه في شركه كهرماء يعطيك العافيه وشكرا لك. بيشتلا. خلود ومشاهدينا كان هاي كان كل اللي عندي من النادي الدبلوماسي والكلمه عندك زميلتي في الاستوديو شكرا نشكر ضيفتك الكريمه آه وايد مهم الابتكار في ان احنا آه اذا عندنا قضيه شلون احنا قاعدين نسوق لها او شلون قاعدين نوعي المجتمع فيها بمثلا اعلان مميز او حتى باعلامي واعد يعطيكم العافيه ومشاهدينا مستمرين معكم في الصباح رباح ولكن بعد الفاصل